يا روحي، راسك عم لقيت دلوقتي؟ الحمد لله، كانت بسيطة بس دماغي وجعني شوي. حبيبتي ألف سلام عليكي يا غالي. الله يسلمك من كل شر يا ست مشيئة. لا، من النهاردة تقولي لي يا مشيئة، احنا بقينا زي الأخوات. أيوة بس المقامات محفوظة برضو يا حبيبتي. اللي انتي عملتيه ده جميلة فوق راسي. أنا ما عملتش غير الواجب، أي حد مكاني كان هيعمل كده. يا حبيبتي الواجب ده دلوقتي محتاج ابن الأصول عشان يتعمل، وانتي بنت أصول وجدعة. ربنا يسترك يا ست مشيئة ويعلي مرتبك. ما قلنا مشيئة. مش عادي أي حاجة تعوزيها رقبتي سداد. أنا مش عايزة أي حاجة، أنا بس قلقانة إن أنا هنا وأمي ونوح لوحدهم بره. يا حبيبتي أي حاجة يعوزوها هتبقى تحت رجليهم، ولو عايزة خدم وحراس يحموهم من عيني. ربنا يسترك وما يوقعكش في دقيقة أبدا. أنا بس ليا عندك طلب تاني. أؤمري. عبد الله. عبد الله اللي انت قلتي لي عليه، اللي هو ابوكي كان مربيه ده؟ ايوه. ايه يا حبيبتي؟ تشوفي له شغلانه، اي حاجه. اي شغلانه؟ يا حبيبتي احسن شغلانه وهتبريها حصلت خلاص. ربنا يفك دقتك وما يوقعكيش في اي حاجه وحشه. قادر يا كريم، يا ست مشيئة، يا ست الناس. تاني يا ست مشيئة؟ ما قلنا مشيئة بقى يا غل. يا مشيئة يا بنت حواء وآدم، حلو كده؟ حلو. يا عبد الله انت راجل جدف، واللي يتحمل اللي حكيته لي وما ينخش ولا يبيع يبقى راجل، وانا بقدر الرجاله. ده غير انك متوسع عليك من ست الناس. سالي للهيله شطفه، انا واقف متكتف. لا ما تقولش كده، انت من النهارده تعتبر نفسك راجل من رجالتي، ولو على ولدك هجيبهولك، بس تسوي امورك الاول وتعمل اللي قلت لك عليه. هعمل لك اللي انت عايزه يا باشا وزياده كمان. بس يعني قول مالك، احنا من النهارده بقينا اخوات. قول. في دين في رقبتي عايز ارده، وانا في ظهرك. الله عليك يا باشا، الله عليك. كده بقى نكلم الحاج عيشه. انت مين يا ابني؟ انا صقر. انا صقر يا حاج، انا اللي جاي عشان اخدكم يا حاج. متوسع عليك انت وعبد الله ونوح. بنت غاليه عملت معايا جميله كبيره قوي. عبد الله هيشتغل معايا، وانت ونوح هتقعدوا مع عبد الله لحد ما ربنا يفك كرب غاليه. ربنا يفك كربها عن قريب ان شاء الله. قادر يا كريم. امين. بس يا ابني ما تاخذنيش، يعني لازم اتاكد من بنتي غاليه في الزياره الجايه في السجن. استنوا ليه للزياره الجايه؟ نكلمها دلوقتي. غاليه انت وحشتني اكتر يا دناي. احنا بخير، خلي بالك على نفسك يا دناي. حاضر حاضر يا بنتي. طب انت يا حجه راي الصقر 10/10 ومضمون زي الجنيه الدهب. يلا اتفضلي معانا يا حجه. يلا حاضر.